لا تخجل من حياتك مهما كانت. أصدقائي وصديقاتي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. أحكي لكم حكاية. كان هناك 3 أصدقاء، الأول غني والتاني والتالت فقراء. فقرر الغني أن يكون إفطارهم كل يوم في بيت واحد منهم. كان اليوم الأول من نصيبه هو، فأخبر الخدم أن ينظفوا البيت وأوصى الطباخ أن يهيئ لهم أطيب الأكلات. وفعلا تم ما يريد، وحضر أصدقاؤه وأكلوا ما لذ وطاب. ثم جاء اليوم الثاني، وكان من نصيب الصديق الثاني، فأخبر والدته وطلب منها أن تهيئ له من الطعام ما لا يقل عن صديقه الغني. فقالت له: من أين نأتي بأرقى الطعام ونحن لا نملك النقود؟ فصرخ بوجهها وقال لها: دبري حالك، لا أريد أن أكون أقل منه. فذهبت الأم واستدانت من جارتها وقامت بشراء أطيب الفواكه وطبخت أطيب الطعام، وتمت الدعوة بسلام. وفي اليوم الثالث كان من نصيب الشخص الثالث، فأخبر والدته بالأمر فغضبت من تصرفه قائلة: عليك أن لا تحضر دعوتهما من البداية حتى لا تضطر لهذا الموقف المحرج، فمن أين سنأتي بالطعام والشراب الذي يليق بهما؟ اعتذر منها وبس راسها وقال: لقد انحرجت من الموقف يا أمي، ولم أستطع أن أرفض، فقد وضعت أمام الأمر الواقع. صدقيني لم أكن أرغب بأن أكون بموقف كهذا، ولكن ما باليد حيلة. لذا احضري ما نأكله كل يوم، وسيأكلون مما هو موجود، هذا حالي ولا أخجل منه، فلا تقلقي يا والدتي العزيزة. فأتي ولم يكن في سفرة الإفطار سوى صحن فيه تمر وكاسات لبن ومية وبعض الخبز وبيض مسلوق. ودخلوا الغرفة وإذا بهما يتفاجئان بما هو موجود في السفرة. فجاء الصديق الثاني وهو الفقير ونظر إلى الطعام وقال: هذا هو احترامك لنا؟ لو كنا نعلم ستكون دعوتك لنا هكذا لما أتينا. وفي هذه الأثناء تقدم الغني إلى السفرة وشكر صاحب الدعوة وبدأ يأكل قائلا: صدقني إنني لم أذق طعم البيض من سنوات، كم هو لذيذ. وبدأ يأكل بشراهة. فتعجب الثاني من كلام الغني وانزعج وقال: سأذهب إلى أقرب مطعم حتى أفطر، فطعامك هنا لا يفي بالغرض. فخرج وبقي وحدهما يأكلان. وبعد أن انتهي من الطعام سأل صاحب البيت صديق الغني عن سبب بقائه ولماذا لم يفعل كما فعل صديقهما. فقال الغني: يا أخي، المال والطعام لا يحددان قيمة الشخص، فهذه الأمور وقتية، وسيأتي يوم ربما ستكون أنت أغنى مني. بالمناسبة أنا تعمدت أن يكون إفطارنا كل يوم في بيت واحد، وأنا أعلم بحالتكما المادية، ولكني أردت أن أختبر وجهيكما الآخر، وأود أن أشكرك جدا على عزومتك للذي كان صديقنا، ففي هذا اليوم عرفت وجهه الحقيقي، وعرفت أنه لا يستحق الصداقة. فكما شاهدت بأم عينك أحرجك أمامي وتخلى عنك وباع الصداقة بطعام لا يعجبه، رغم أن وضعك ووضعه متساويان، لكنه ليس لمس ثوب التكبر ليوهمني ان هو غني ولا يعلم ان والده واخوته يعملون في مصنع يعود لوالدي. اما انت فانك شخص واقعي بيعيش حياته بدون اي تصنع امام الجميع. لم تخجل كونك اقل مني، وهذا ما اعجبني فيك جدا، لذلك قررت ان تكون شريكي في مشروعي الجديد. انا كنت حيران اختار مين فيكم، ولكن موقف اليوم خدمني كتير. لا تخجل من وضعك وحياتك مهما كانت، ولا تتصنع، وكن على طبيعتك، وقل دائما الحمد لله، لان الله يريدك ويحبك كما انت عليه. اصدقائي وصديقاتي، هي دي حكايتنا النهارده. تقولوا لي رايكم ايه في القصه ديت، واستفدتوا منها ولا لا؟ اكتبوا في التعليقات رأيكم ايه في القصة دي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.